نتيجه. واليوم بالنسبه للمملكه العربيه السعوديه يتعلق الامر اكثر من مجال الدفاع. هناك عمل قام به وزير الدفاع في مجال الدفاع، وهناك عمل قام به ايضا وزير الخارجيه الفرنسي، ولكن دون ذلك هناك أمور أخرى، واستطعنا أن نفتح مجالات أخرى كبيرة بطبيعة الحال. بعضها كان محل عمل بالنسبة للشركات الفرنسية في مجال الرعاية الصحية والطاقة والنقل، وقد أشرت إلى المنشآت القاعدية وكذلك الدفاع. حددنا مهمة وطريقة، ولدينا طموح من أجل الاستجابة لجميع ما من جميع الطلبات التي نتلقاها حتى نستطيع الاستثمار في فرنسا وفي المملكة العربية السعودية في مصلحة البلدين. هناك رؤوس أموال سوف تخصص لذلك، وسيكون هناك تداعيات إيجابية بالنسبة للاقتصاد الفرنسي وكذلك بالنسبة للمملكة العربية السعودية. وقد حشدنا أو دعم المستثمرين الخواص والحكوميين. نحن نسعى لنتحرك بسرعة ولإعطاء أفق يمكن أن يشمل عدة قطاعات، وكذلك نحاول أن نتأكد من تنفيذ هذه المشاريع. منذ شهر يونيو وفيما يتعلق بالقطاعات التي قمنا بتحديدها سيكون هناك إعلانات يتم التأكد منها، ولقد حددنا موعد آخر في شهر أكتوبر المقبل فيما يتعلق بالمنتدى الفرنسي السعودي، حيث نستطيع من خلال هذا المنتدى إظهار سرعة تنفيذ ما اتخذناه من قرارات واتفاقيات التي توصلنا إليها بين بلدينا. هذا هو فحوى هذه الزيارة. نسعى لأن نكون مفيدين للأمن والسلم في المنطقة وللكفاح ضد الإرهاب، وكذلك من أجل إثبات أنها لا يمكن أن نظل متفرجين إزاء الفوضى التي تجتاح عدة بلدان في المنطقة. نريد أن نكون قادرين لإظهار من ناحية دعمنا وتضامننا مع بلدان المنطقة لضمن استقرار وأمن المنطقة، وفي ذات الوقت القيام بمبادرة دبلوماسية. وأخيرا نريد أن نظهر أن الاقتصاد الفرنسي أيضا وبما يستطيع أن يوفره من ديناميكية وأداء وتكنولوجيا، يستطيع هذا الاقتصاد أن يقنع بلد كبير مثل المملكة العربية السعودية، وبعدما ثبت ذلك أيضا في قطر. فهذه الزيارة تمنح لفرنسا دورا مهما في هذه المنطقة، و هذا يعود بالمثابرة التي كانت الطابع لعملنا منذ 3 سنوات. وليتحدث فقط عما قمت به بالتعاون مع الحكومة، حاولنا أن نتبنى الثبات في مساعينا وكذلك الحسن البصيرة فيما يتعلق بالأهداف التي نسعى لتحقيقها. هناك بطبيعة الحال نتائج ناجمة عن ذلك، وخاصة فيما يتعلق صورة فرنسا وقوة فرنسا وكذلك دور فرنسا. هذا ما أؤكد عليه. هناك أمور تتعلق بالاقتصاد وهذه مسائل مهمة، ولكننا هنا في هذه المنطقة لا نسعى فقط للغرض الاقتصادي، نتحرك كذلك باستخدام قواتنا المسلحة، أعني بذلك تحالف في العراق، وكذلك بالدبلوماسية ومواقفنا السياسية من أجل السعي لتسوية النزاعات في هذه المنطقة وحماية بلدنا. الأهم الذي يعنيني هو حماية فرنسا والسماح لأوروبا بأن تكون قدر المستطاع بمأمن عن التهديدات، وما نقوم به في هذه المنطقة نقوم به لمصلحتنا أيضا. لذلك فإن فرنسا تحظى بالاحترام، وهذا ما رغبت أيضا في إظهاره من خلال هذه الزيارة. وأنا جاهز الآن للإجابة على أسئلتكم. السيد فخامة الرئيس، أشرتم للتو ما قام به وزير الخارجية الفرنسي أو ما قاله صباح اليوم لوران فابيوس بشأن فرنسا والمملكة العربية السعودية اللتين تناقشان 20 مشروعا مهما بعشرات المليارات من اليورو. هل لكم فخامة الرئيس أن توضحوا لنا هذه المشاريع في أعقاب اللقاءات المختلفة التي كانت لديكم مع المسؤولين السعوديين؟
طوال هذا اليوم التقيت بالوزراء الرئيسيين في الحكومة السعودية، المسؤولين على قطاعات مثل الطاقة والرعاية الصحية والنقل والتطوير العمراني، وذلك من أجل ليس فقط مناقشة هذه القطاعات ولكن تحديد المبادئ التي تسمح للشركات الفرنسية بأن تكون أو تحظى بالعروض التي تقدم إليها. وكذلك سعيت للالتقاء بوزير المالية السعودي الذي رافقني إلى المؤتمر الصحفي، وكذلك المسؤولين عن الصناديق السعودية، حتى يكون هناك استثمار أو تيار من الاستثمارات يساعد فرنسا، وذلك من أجل تمكين الشركات الفرنسية للمجيء للاستثمار في المملكة العربية السعودية. لورو فابيس تطرق الكثير من المجالات وأشار إلى السبيل الذي نسلكه، لا يقتصر الأمر على الإعلان عن عقود لمجرد الإعلان عن هذه العقود. نحن موجودون هنا لتحديد شراكة مستمرة ومستدامة واستراتيجية، شراكة تستطيع أن تغطي مجالات عديدة. طبيعة الحال المجال الدفاع هو أحد هذه القطاعات، ولكن هذا المجال ليس هو المجال الرئيسي، وعندما يتطرق إلى عشرات المليارات من اليورو هذا ربما ما يمكن أن نصل إليه، وسيتجلى ذلك من خلال اللقاءات المختلفة. وأهم هذه اللقاءات سيتم في أكتوبر المقبل، عندئذ سوف نطلع على الإعلانات التي أعددتها هنا في المملكة العربية السعودية. ماريس غوغو، فرانس 2. فخامة الرئيس، نحن موجودون هنا في بلد يمارس الإعدام، هل لفرنسا أن تتبنى موقفا فيما يتعلق بالإعدامات مثل ما تم في إندونيسيا، أو أنها تغض الطرف عما يحدث هنا؟ فرنسا تكافح في العالم لإلغاء حكومة أو عقوبة الإعدام، وفرنسا عندما تعبر عن هذا الموقف تقول أن حكم الإعدام يجب أن يلغى، وقد قمت بذلك بمنصة الجمعية العامة للأمم المتحدة وأواصل القيام بذلك، وأنا لا أقوم بذلك لأن أحد مواطنين يمكن أن يكون ضحية لحكم الإعدام، وأفكر بسيرج أطلاوي في إندونيسيا، لكن أقوم بذلك في كل مكان ولمصلحة كل من يتعرضون لأحكام الإعدام، وهذا ما أقوم به هنا أيضا. فخامة الرئيس، انتخبك الفرنسيون منذ 3 أعوام لتكون في مقاليد الحكم، وهناك ثقة بينك وبين رئيس الحكومة الفرنسية، وهناك من يرغب في مانويل فالس أن يترشح للانتخابات المقبلة، ما هو رأيك إزاء هذه المسألة؟ شكرا لك على هذه المعلومات والتعليق الذي تمنحني فيما يتعلق بالأحداث السياسية في فرنسا، لكن لن أعلق على هذا الأمر هنا. صباح الخير فخامة الرئيس، إيزابيل توك من تيافا. سؤال يتعلق بالحياة في فيزي سور مار، أنه في المدارس هذه المدرسة، فالتلاميذ يتم ترتيبهم حسب انتماءاتهم الدينية، هذا أثار الاستياء في فرنسا. الادعاء العام قرر تحقيق في هذا الأمر، فما هي الوسائل المتاحة لدى الدولة الفرنسية لتجاوز هذا الاستياء وهذا التحقيق الأولي واستخلاص العبري؟ نكتفي بهذا القدر من Les tribunaux en sont saisis et des sanctions seront prononcées par les juges compétents. Ce que je peux dire, c'est que dans un pays comme la France, il ne peut y avoir de fichage d'élèves dans les écoles en fonction de leur nom, qui supposerait être leur religion. C'est contraire à toutes les valeurs de la République et au-delà de la saisine des tribunaux, il était important que le gouvernement puisse également se prononcer et dire que ce n'était pas la République et donc ce ne serait pas toléré. Merci.
président. Ah, pardon. Monsieur le président, Natakeddine Al-Hayat, vous avez rencontré ce matin le prince héritier, ministre de l'Intérieur, qui est très concerné par la lutte contre le terrorisme et les djihadistes, en fait, puisqu'il en a été victime. Est-ce qu'il y a des projets concrets entre vous et l'Arabie Saoudite pour lutter contre ce phénomène djihadiste qui menace tout le monde? Et quels sont ces projets concrets? D'abord, vous avez rappelé ce qu'était la coopération entre l'Arabie Saoudite et la France pour assurer la sécurité et la stabilité, et je pense notamment au Liban, puisque lorsque j'étais venu, il y a près de 2 ans, nous avions évoqué cette possibilité de trouver une solution pour le Liban et pour sa sécurité, et nous avons mis en œuvre. Et maintenant, l'armée libanaise peut disposer des matériels que nous avions promis, et l'Arabie Saoudite en ayant assuré l'essentiel du financement. Mais au-delà de cette question sur cette coopération que nous pouvons engager, il y a une coopération constante, un échange d'informations, de renseignements pour lutter contre le terrorisme. Nous en avons parlé. Nous en avons parlé parce que tout ce qui peut être les déplacements, les voyages d'un certain nombre de personnes, quelle que soit leur nationalité, tout cela peut avoir des conséquences sur notre propre sécurité. Nous avons dit d'ailleurs la réalité, il y a plus de 3000 Saoudiens qui sont partis sur les zones de combat en Syrie et en Irak, et nous en avons 1500. Donc nous sommes confrontés, tous les pays sont confrontés, mais l'Arabie Saoudite comme la France, même si nous ne sommes pas géographiquement dans la même situation, mais quand même nous sommes confrontés à ce phénomène, et donc nous avons besoin de coopérer.